أهل القرية إسه أفقر منا يعني، كمان فقيرين لأنه ما عندهم مورد. يعني وين ما رحنا على اي مخيم مخيمات بيقولنا مسكره وما في مكان وما في مكان، ما لقينا مطرح لحتى جينا على الضيعه هاي. نزحنا هاي القريه ما لقينا مكان، كل ما نروح على مخيم يقول اكتفى عنا العدد. حتى بين المخيمات نحن ما ضل لنا مكان. هاي بكل صراحه يعني، وايش بدي اقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل، ما عيش دقيقه. في هون غرفه مهجوره حدها الكنيسه هاي. اجينا لهون نمنا فيها أول يوم، ثاني يوم طلعت لنا حي على الرف بجهة طولة هيك، طلعوا الأولاد والله أسبوع نايمين برا الله وكيلك بالشارع، ما بقى يسيروا يفوتوا على البيت، لحتى جينا زبطناها وزبطنا أمورها وعملنا خيمة قدامها هيك في مشان نطلع ونفوت. ناقصنا كل شيء، إيش بيخطر على بالك ناقصنا؟ ما عندنا شيء ابدا، لا بتطلع منظمات، صار يجي المي ب 25,000. ما بيوصلنا شيء ابدا، قريه من سي بمعنى الكلمه. اذا بدنا نعملنا كاسه شاي بدنا نجيب حطبات ونحطها على التفيه ونشغل، لانه جره الغاز ب 30,000. اول خبز كمان مشكله يعني، الخبز 1000 ليره صار ربط الخبز. كيلو سكر او رز او شغله بدنا ننزل مسافه كبيره، البنزين بدنا نحطه او المحروقات بكلفة الشيء اللي نشتريه، دكان ما في، خدمات ما في، طاوة. عندي أولاد مريضين ما عندهم أمور، ما عندي حق دواء لهم. عندي هاي البنت بدها نظارات، ما معي فصل نظارات بكلفة 15,000 20,000. عندي بنت بترضع حليب، صار لي أسبوع بطعميها رز وماني أبلاقي. ولا في عمل، لو راح في عمل يشتغل بيشتغل وبينتج ما في مشكله يعني، بس ما في عمل. منطقه جبليه وشايف الاوضاع شلون. شو بيخطر بالبال؟ ما في، منطقه جبليه. ما عم يجينا شيء، حاولنا كثير نتواصل مع منظمات، حاولنا كثير نتواصل مع الداعمين كذا، ما في، ما حد استجاب ابدا ابدا. ناس بتقول لك اخي انتم في منطقه بعيده، انتم من يعني منطقتكم ما بنعرفها، انتم بعيدين عنا. تواصلنا مع الكل، كل واحد يدق عليه يقول هاي المنطقه ما بعرفها وهاي ما بطلع عليها بابا، وكلهم هيك سوالف يعني، على والله ما بنطلع وبعيدي وكذا وهيك الى اخره. يعني ما شفنا شيء خالص، عندما بننزل حربنوش وبنشوفهم عم بوزعوا على الطريق يعني قلبنا هيك بفرفح. منقول هلق بيجوا لعنا وبكره بيجوا لعنا ولا تاريخ اللحظه هاي، والله ما شفنا شيء. وشايف انت على هالغلاء الفاحش يعني، سكر بالنار، زيت بالنار، رز بالنار، مي كذا، شايف من مقومات الحياه هاي المي، اقل شيء صار ايجاد. ليكو انا عم بياخذوا مني 3500 ورقه تعبايه الخزان بس. القرية بتصير شمالي إدلب 20 كيلومتر، غربي حربنوش 5 كيلومتر. ضيع مجاورتها كفر بني، هي أقرب ضيعة لإلها، وعدد سكانها يعني بال 120 عيلة فما دون، يعني من 100 لل 120 عيلة أغلبها يعني مهجرين. السبب الأول هي قرية منسية يعني، ونحن تكلفنا فيها جديد يعني، ما صرنا شيء شهرين او ثلاثه ما كان في حد يتابعها، ما في خدمات ابدا يعني، فيها طريق رئيسي فقط وتبقى الطرقات كلها طرقات جبل يعني، اجلك للحمير يعني، هون بيعتمدوا على الحمير، عرفت شلون؟ مي ما في، اللي هي اهم شيء هي المي، مي ما في.
الإغاثة، وأهمها إغاثة غذائية، لأنه حقيقة الناس ما معها تأكل. يعني أنا تواصلت مع كذا منظمة، إحداها تقول لي ما في إمكانية، وإحداها تقول لي ما عندنا مشاريع، وغيرها تقول يعني أنه ما يضمن مجال عملنا، يعني منطقتكم ما يتابع لعملنا. تواصلنا مع أدلب تقول أنتوا لحارم، حارم تقول أنتوا لأدلب، هيك بناشد كل المنظمات الإنسانية، وبناشد لكف البيضاء بالتوجه للقرية ودعم النازحين والفقراء فيها.